وردت إلى مصالحنا معلومات مفادها قيام شخص بعقد صفقة مع شخص آخر وذلك بمسكنه الكائن بحي الشهداء باتنا، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والترصد للمعنيين اللذان اتفقا على إبرام الصفقة وهما بصدد تفريغ الحمولة التي كانت بداخل سيارة نفعية نوع رونو ماستر وشاحنة نوع جاك. التحريات أفضت إلى توقيف المعنيين إضافة إلى 3 أشخاص آخرين مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 46 و 69 سنة ينحدرون من مدينة بير العاتر، خنشلة، سوق هراس وبتنا.